للمزيد من التفاصيل حول كل هذه الأمور والمباراة الودية أمام أولمبيا السلوفيني، معايا في هذه اللحظات أمير هشام مراسل لقناة النادي الأهلي. أمير، أولا برحب بيك وطمني عن بعثة فريق النادي الأهلي وأخبار البعثة إيه والمباراة الودية أمام أولمبيا السلوفيني. تحياتي لك يا محمد وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. يعني خليني اقول لك ان الفريق لحد دلوقتي احنا في الطريق، احنا خلاص دلوقتي داخل دوله سلوفينيا، لكن يمكن نظرا لظروف المرور من كرواتيا لسلوفينيا، الاجراءات خدت وقت شويه، خدت حوالي ساعه او ساعه ونص زي يمكن تاخر الفريق في الوصول لمكان مباراه الفريق السلوفيني، فبالتالي لسه يعني حتى الان المباراه ما ابتدتش. الفريق يمكن اتحرك بالتحديد بعد ميعاد الغداء، الغداء كان الساعة 2 التحرك كان 2 ونص بالظبط. لغاية دلوقتي الفريق في الطريق، يعني لسه ما وصلناش مكان الملعب يلا. طيب المباراة طبعا كانت ميعادها الساعة 6، لكن دلوقتي الساعة 6 وربع، نفس التوقيت أولا يا أمير مع كرواتيا صح؟ وسلوفينيا. نفس التوقيت. طيب من المتوقع المباراه مثلا، يعني لو اتكلمت مع الجهاز الفني او انتوا في الطريق بتتشاوروا في هذه المساله، لما كنتوا بتنزلوا مثلا في الطريق كفتره راحه ما بين الحدود ما بين كرواتيا وسلوفينيا، ممكن المباراه تقام مثلا على الساعه 7 ل 7:30 الثامنه، ولا لسه الميعاد ما اتحددش بشكل رسمي؟ لسه ما فيش ميعاد اتحدد بشكل رسمي، يعني حتى كمان ما فيش استراحه في الطريق ولا حاجه، الطرق هنا يعني كانك في نفس الدوله، يعني الموضوع قريب جدا، لكن هي مسافه بس ما بين المقر الاقامه لحد مكان الملعب مسافه بعيده شويه، بجانب الاجراءات الخاصه بدخول سلوفينيا من خلال كرواتيا، ده اللي خد وقت شويه. لما هنوصل ان شاء الله هنعرف الماتش هيبتدي بالتحديد في تمام الساعه كام، خصوصا ان لما الفريق بيوصل اكيد مش مجرد من وصوله هيبتدي المباراه على طول، اكيد هيبقى في بعض الاحماءات الخاصه باللاعبين قبل بدايه المباراه، ده اللي هيظهر خلال وصولنا ان شاء الله الملعب. طيب برنامج الفريق النهارده من الصبح يا امير كان ماشي ازاي من اول الفريق ما صحي على الفطار حتى التحرك من فندق الاقامه؟ طيب في البدايه طبعا كان في ميعاد الفطار، كان الساعه 9 الصبح، بعديه على طول كان في محاضره كده من مستر باتريك كارتيرون والكابتن محمد يوسف مع اللاعبين، المحاضره كان اهميتها في توجيه اللاعبين وتحفيزهم الطريقه او الاسلوب اللي هيلعبوا بيه هذه المباراه، ما كانش في طبعا حديث خالص عن الفريق اللي احنا هنقابله لان احنا ما فيش معلومات عنه، هي مباراه وديه في الاول وفي الاخر، فبالتالي هو كيفيه طبعا التكتيك اللي هيبتدي بيه النادي الاهلي او اللي هيلعب فيها هذه المباراه والناحيه القطريه وكده، وكان كلام طبعا من قبل الجهاز الفني مع اللاعبين. بعديها على طول الفريق او بعديها بساعتين بالتحديد كان في ميعاد الغداء، بعد ميعاد الغداء مباشره تحرك اتوبيس الباص للاعبين عشان يوصل لهم لسلوفينيا ومقر الملعب اللي هيبتدي او اللي هيلعب من خلاله النادي الاهلي هذه المباراه اليوم. طيب امير برضو في جزئيه متعلقه باللاعبين الدوليين، يعني اولا علي معلول وصل النهارده متواجد مع البعثه ولا لسه ما وصلش؟ لا لسه ما وصلش علي معلول، يعني وصوله اتاخر شويه، يعني ممكن يوصل في الساعه 7 تقريبا، لكن في نفس في نفس اليوم النهارده علي معلول هيوصل النهارده ان شاء الله، موجود معاك وصوله هيكون الساعه 7، لكن الدوليين موجودين مع الفريق لكن مش هيشاركوا طبعا في المباراه النهارده. موقف حسام عاشور ممكن نشوفه في مباراه الوديه النهارده؟ حسام عاشور ما عندوش اي مشكله خالص، حسام عاشور بيشارك في التدريبات بشكل عادي جدا، من الوارد ان هو يكون متواجد في المباراه الوديه حسب الطريقه او الاستفاده اللي عايز يستفيدها مستر باتريك كارتيرون، ممكن ان هو يشتت ناس ثانيه عايز يطمن على مستوى بعض اللاعبين عشان يقرا التشكيل الاساسي بالنسبه له قبل المرحله المهمه المقبله ومباراه تاون شيب، فبالتالي هي تجارب وديه بالنسبه للجهاز الفني من خلالها بيشوفوا جميع اللاعبين هل ممكن يشارك الفتره الجايه حسب مستوى كل لاعب وحسب اللاعب اللي هيقدر يثبت وجوده وجدارته في ثوابت التشكيل الاساسي خلال الفتره الجايه، لكن حسام عاشور سليم تماما وكان بيشارك لحد المران نتائج الامس بشكل طبيعي جدا، من الوارد ان هو متواجد النهارده في التشكيل الخاص بهذه المباراه. وليد ازارو موجود معاكم في المباراه الوديه ولا لسه المساله دي مش واضحه قوي بالنسبه لمشاركه وليد في المباراه في ظل ان خلاص خلال ساعات موضوع انتقاله للدور الصيني؟ يعني خليني اقول لك يا محمد ان وليد ازارو خارج حسابات الجهاز الفني بنسبه ما تحسبا لرحيل دي فورتشن الصيني خلال ساعات، فبالتالي هو متواجد مع الفريق لكن لسه مش عارفين هل هيشارك في المباراه، هل مش هيتم اشراكه في المباراه، ده هيبان لما نوصل ان شاء الله، لكن يعني ابتدى يخرج من الحسابات بالنسبه للجهاز الفني تحسبا لرحيله، لكن لو ما مشيش وليد ازارو المفاوضات لو فشلت هيكون متواجد واكيد هيكون احد العناصر الهامه جدا بالنسبه للجهاز الفني، كلها لسه مفاوضات ولسه الامور ما اتحسمتش بشكل رسمي حتى اللحظه اللي انا بتكلمك فيها.
طيب سؤال اخير يا امير، هل من المتوقع ان يكون في لاعب اخر يقيد في القائمه الافريقيه خلال الساعات الجاريه وانت في المعسكر قريب من الجهاز الفني واللعيبه؟ في لعيب ممكن يضاف قبل مباراه تاون شيب بالاضافه بعد قيد مؤمن زكريا قبل السفر؟ هيبان الكلام ده بعد انتهاء المعسكر يا محمد، وخصوصا الجهاز الفني بيتفرج على جميع اللاعبين، فهيشوف مين اللاعب او ممكن يكون محتاجه خلال الفتره الجايه يقيده قبل مباراه تاون شيب. ده وارد بنسبه كبيره، لكن يعني مش عايزين طبعا نقول اسماء او حاجه، لان كل خط الجهاز الفني هو اللي هيقرر في النهايه. من خلال هذا المعسكر كمان هو بيقف على مستويات بعض اللاعبين، من خلاله هيقدر يقرر مين اللي هيكون في احتياج شديد ليه خلال المرحله المقبله. بالتوفيق يا رب يا امير، وتوصلوا بالسلامه وتكون مباراه وديه مفيده يا رب ان شاء الله للنادي الاهلي. شكرا ليك زميلي امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي، يمكن حصريه لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، الكل انا عارف في هذه اللحظات بينتظر وبيتابع وعايز يعرف اخبار المباراه الوديه وما اقامه هذه المباراه وتوقيتها وتشكيل فريق النادي الاهلي، خاصه بعد انضمام الدوليين. عارف جمهور النادي الاهلي في هذه اللحظات لما بتكون في مباراه حتى لو مباراه